شكرا لك زميلي العزيز عبد العزيز البكر، وشكر للكباتنة سعد الحارثي، فايز السبيعي، وزميلنا في أرضية الميدان عبد الرحمن دحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدمة الخسارة الأولى أمام من تعب من الخسارة. الشباب على هذا الملعب خسر أول مرة في الجولة الماضية. القادسية تعادل فإبداع ثم أربع خسائر متتالية، يحضر اليوم لتغيير كل ذلك. هذه المباراة ضمن اليوم الأخير في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. إذن سيمون لي في ضبط هذه المباراة في وقتها اليوم، واليوم في أربع مباريات وضربة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة في هذه المباراة في الجولة. على يسار جورجينيو، وفي الأمام هارون كامارا، لكن الشباب هو اللي يهاجم الآن. آرتور يعرب جاء المرمى، الله، تعدي الكرة من آرتور، اللاعب اللي مهدف مع الفريق الشبابي، مسجل في مباراة أولى له أمام الفيحة، مسجل أمام الفتح في أرضية هذا الملعب، ويسعى لهدف ثالث على نفس المرمى سجل، لكن بالرأس بالكرة لفها، حاول لفها هي شوية، فكرتها رايحة الناصر ولا في المرمى، تبعد وتأتي في الجهة اليسرى الآن لآرتور البرازيلي، يلعب كرة عالي لمن؟ لرأسية البرازيل الآخر سوماليا، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا البرازيلي فيرجيتو دو هوزاريو كالمون الشهير بصوماليا، هو ثاني برازيلي بلقب صوماليا يأتي إلى الملاعب السعودية، أذكر في 2005 تقريبا. يلعب الكرة العالية وتأتي رأسية متابعة، ناصر يحاول يخطف كرة لتأتي لأن الملعوب الكرة لها من وليد حزام، يلعب العالية لناصر بالراس، يتابع في هذه الكرة، أو كانت من صوماليا، من بعيد يتشابهون شوية لكن صوماليا أطول. هذا ناصر الشبراني يلعبها مع هيرفيغاي، أسيل يلعب جا المرمى، الله يا ألتون، واحدة من رسماته، واحدة من لمحاته الجميلة. هاي البرازيلي، هاي البرازيلي، لا والله السعودي، جملة ملعوبة ذكية، تعدي كانت جملة فيها فكرة من لاعبي الشباب، والكرة هنا فيها خطأ لصالح فريق القادسية. هل في ثالث جاي؟ لويس يلعب كرة تمريرة بحثا عن آرتور، ما في رغبة في التسديد المباشر، الشباب عنده لاعب مميز فيه. الكرة تأتي الآن، آرتور يلعب جاء المرمى وإلى خارج أرضية الملعب. محاولة أخرى بنفس الطريقة يحاول فيها آرتور كايكي دون ساميينتو كروز صاحب ال 26 سنة، وهذه اللقطة الماضية هنا هيرفيغاي ووليد حزام، لاعب اللي أفضل فتراته كانت حينما كان معارا فهد غازي، يلعب كرة الآن شايع لألتون، ألتون واحدة جميلة لهارون، السيطرة على الكرة ما كانت ناجحة لكنها أحرجت مصطفى. شوف الكرة، شوف ألتون يقول بس وين المهاجم؟ أنت بس وين المهاجم؟ وين اللي يلعب له كرة ويستحوذ صح ويشوط صح؟ هذا اللي يبغاه ألتون. يلعب صوماليا، محاولة لويس أنطونيو يلعب جاء المرمى، تسديدة من بعد حقيقة ندرة في محاولة تقديم خطورة على المرمى في الجانبين قليلة في المباراة، حذر كبير في الجانبين، تكلم عن ثلاث محاور في الجهتين، يعني ندرة. هذه أول كرة يعني تحس فيها تاكيليا بوي، واللي كنا نقوله كثير كمعلقين وهو بالتأكيد، لكن خلينا نتابع القادسية في محاولة هجومية هنا، مصطفى ملائكة سريعا يفتك هذه الكرة، تلعب كرة الآن ريس ويليام يلعب كرة، هذه محاولة ما في تسلل، انفراد صغير الحجم واللي فعائلة كبيرة، ألتون جوزيه يسجل بخطأ دفاعي وانفراد تام لهدف قدساوي بنو قادس في هذه المباراة المغلقة، انفكت مع هدف هذا الصغير ألتون جوزيه، يسجل للقدساوي أول أهداف المباراة، وفي الفار
في الفار وراح نشوف هل تسلل ما هو تسلل. انا كانت عيني الحكم مساعد ما رفع الرايه. الان اللقطه امامنا فيها تسلل ما في مغطي 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 صالح القميزي مغطي صالح القميزي. تم الاعتماد تم الاعتماد. رد الليث هذه الكره ملعوبه الان لويس انطونيو يلعب جاء المرمى. الله من أعماق قلبه في حلق المرمى من أعماق قلبه في حلق المرمى. الشيخ يسجل الليث البرازيلي اللي أمامنا. شوف 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 قلت الليث وش عنده هذا اللي عنده وهوبا لا 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 لا. الله الله يا الليث الله يا الشباب هذه الكرات وإلا فلا 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 فلا. هذا الشيخ إذا سجل يسجل بهذه الطريقة. شوف 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 منتهية منتهية خالصة منتهية خالصة في الشباك. صعبة يا دنكن صعبة يا جاك دنكن. اللي حدثت في شوط المباراة الأول في أواخره. صوماليا يتقدم بشكل جميل لنواف الحبشي الشاب في أول لمسات يلعب عرضية لناصر بالرأس وتعدي. البحث عن العودة للفوز الشباب الآن. ناصر يجهز كرة ناصر ناصر اللي يلعب كرة لمن للجهة اليمنى الآن ملعوبة من اللي هو نواف الحبشي. تقدم تقدم هذا نواف الحبشي يبدو في لمسة يلعب كرة تسديد. هذا نواف يسدد الطلعة كانت من عبد الله الخيبري. الآن الإبعاد يأتي يحاول يقدم إضافة إلتون مع فريق المنقوص لاعب. هذه لمسة جميلة لهارون كمارا حلوة 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 ملعوبة وفاليريكا جمان وقتالية هارون إلى أن انفكت بالهدف القدساوي اللي أتى بعمل ممتاز بكسرة التسلل. لكن هذا لويس مسجل ويلعب ثانية يلعب ثانية يلعب ثانية من مسافة أبعد بنفس الطريقة. سجل في الشوط الأول هدف جميل هدف التعديل لياسين برناوي يلعب العرضية الآن. هارون تعدي الكثافة بالتأكيد العددية قليلة وبالتالي ريس ويليام كرة ملعوبة الآن. صوماليا يجهز لويس انطونيو ممكن كلوكي ثاني مرة يلعب لي ارتور ارتور لكن الدفاع القدساوي بعمل قوي إلى تلعب الكرة الآن على برا بعيدة للويس انطونيو يعرض ومحاولة دخول من جمان لكن دانكن لنواف الحبشي داخل عبد الله الخيبري بشكل جميل لمسات ارتور مساحة تسديد. الله الله حلوة الكرة حلوة الكرة متوقع كرات أكثر بهذه الطريقة للشباب لأن في مساحات. شوف الكرة اللمسات هنا هنا دوختونا ودوختوا الكاميرا. فاليريكا جمان تقدم قلب الدفاع يلعب كرة عرضية لناصر بالرأس ودنكن على مرتين. ناصر الشمراني وثلاث مواسم مع تولوز. هذه ملعوبة عرضية رأسية. الله الله قدساوية قدساوية بتقدم قلب الدفاع. ريس ويليام على استرالي كاد يخطف هدف ثمين ثمين لبنو القادس. شوف إلتون شوف 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 التمركز. إرفي جاي القادسية ممكن يسويها. إلتون 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 عنده خيارات عنده ذكاء. هذه هذه هي هذه هي. الله إبعاد إبعاد تأتي لها الكرة. مسجل الأول الثاني من ثابته يلعب جاء المرمى. الله 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 ذكية ذكية بوضع من البرازيلي كاد يجيب الفاول الثالث في الدوري. شوف شوف كيف مرت من بينهم مرت بشكل ذكي من حائط الصد. حتى ممكن المحايد راح يقول هذه فرصة الشباب هذه فرصة الشباب الظروف مهيئة. أرتور أرتور ودنكن يسيطر على الكرة يسيطر عليها دنكن. هذه التسديد الماضية لأرتور. كرة ملعب الآن للشاب الحبشي يلعب لناصر ناصر يلعب تمريرة جميلة الحبشي عرضية والكرة فيها ركلة ركبية. آخر ربع ساعة نفس الهزوجة على القائمة الأولى ملعوبة تعدي إلى خارج أرضية الملعب. الركنية الشبابية الآن تتواصل تلعب الكرة عم بتجي المرمى. فرصة جول على المرمى من أمام المرمى المدافع يعني حاول يبعدها وثبتت الكرة معاه. لازال القتال على الهدف. هذا ناصر والرمية التماس الآن يحاولون بالتركيز وبلا تسرع لاعبي الشباب انهم يجيبون هدف الفوز. كايكي يلعب الكرة الآن بالراس
على طريقة هدف الفتح، لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة الماضية عدت، حاول يبعدها فلاتا، لكن الكرة ثبتت في محاولة الإبعاد، وبالتالي قاتل عليها مرة ثانية. فاليري كاجمان يمرر، يلعب لمسة بالكعب، ناصر الله متابعة، يو تأتي عبد الله الخيبري، لمسة، الله الله يا ناصر، الله يا ناصر، الله يا ناصر، عاد يسجل مثل هذه الكرة، يسجل مثل هذه الكرة، ما ينفع يا ناصر تقول أنا أسجل أسجل وما أحسب، لا لا هذه ما تنسى لو سجلت. شوف اللمسة، شوف هذه اللي وجدت أيضا أيضا أيضا، كرة 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 روعة جميلة رائعة، امتاع في اللقطة الماضية. أودنكن تابع هذه الفرصة لناصر الشمراني، يملك يملك الحس التهديفي، يملك لمسة الهداف، هذه موهبة، هذه موهبة، ياما ياما عمل الكثير وحاول على نهاية هذه المباراة بطرد لاعب القادسية. الشباب يحاول، يأتي من نقاط، ناصر الله، كويكي أرتور، يوه يا ناصر، يوه يا ناصر، يا الله يا الزلزال، يبدع يبدع الأسترالي دانكن، يبدع يقابل الإبداع بإبداع، شوف 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 يا الله من لمسة واحدة خطيرة الآن. شبابية في مساحات، في أكثر من لاعب قصير متقدم، الآن الحبشي، الحبشي يتقدم، الشوب يشوف جاء المرمى، الله حاول الشاب يلعب له كرة مفاجئة، تحرك معها صح لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب، عدت إلى خارج، شوف شوف الفكرة، شوف الفكرة، تحرك والله والله، بدع الأسترالي اليوم، لا 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 بدع الأسترالي. الجولة الأولى والثانية مقدم مستوى جيد الحارس، يلعب للويس، نلعب على صافرة الحكم على وقته على ساعته، وهذه رأسية، المتابعة وبالرأس، ومتابعة خطيرة، الله الله، هذا الشيخ، هذا الليث، لا لعب لعب لا سجل، هذا هو، هذا الشباب، هذا الهدف أباخر لحظة، أباخر لحظة الليث، أباخر اللحظات، يسجل الشباب ويعود إلى الفوز، صفاته الشيخ الفوز، مكانه الليث الفوز، هدف في الدقائق الأخيرة، يضرب أباخر لحظة، يضرب أباخر لحظة، الله يا الشيخ، الله يا الليث، هدف خالد كعبي، خالد كعبي، أباخر لحظة للشيخ، أباخر لحظة للليث، الله 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 يا الشباب، الله يا الألماسي، يا الألماسي يا الشبابي، هدف هدف في دقائق أخيرة، يضرب بآخر لحظة، يضرب بآخر لحظة، تلعب معاه، تضيع معاه.